أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا بكل الخير بحلقة جديدة من برنامجكم منتصف النهار الذي يأتيكم عبر الشرقية نيوز من الأحد للخميس. كل يوم حلقة جديدة معي أنا رندا وعلي. أهلا رندا، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير. حلقتنا الجديدة لهذا اليوم مليئة بالفقرات الجديدة والمنوعة. نبدأ مشوار اليوم عبر الشرقية نيوز في منتصف النهار بأبرز العناوين نتابع. بسبب إهمال وتراجع الفن المسرحي، فنانو بابل يطالبون بتوفير الرعاية لهم والاهتمام بالفنون المسرحية الراقية. وفي قضية المنتصف اليوم نناقش الأنانية التي تعد من أبرز الصفات السلبية التي تؤثر على الفرد والمجتمع. وضمن فقرة الصحة النفسية تتابعون تقوية جهاز المناعة وتقليل الوزن ومعالجة السعال، أبرز فوائد العسل. نبدأ جولتنا مع أبرز الأخبار المحلية. أعلنت الهيئة العامة المستقلة لحقوق الإنسان في كردستان العراق تسجيلها انخفاضا طفيفا في حوادث العنف ضد المرأة. وقال رئيس الهيئة ضياء بطرس في مؤتمر صحفي عقده في أربيل إن التقرير السنوي للهيئة سجل مقتل 33 امرأة عام 2014 مقابل مقتل 38 امرأة في كردستان خلال عام 2013، فيما ارتفعت حالات الانتحار إلى 46 حالة في 2014 مقابل 24 حالة عام 2013. يأتي ذلك بعد أن وثقت منظمات مدنية تزايد حالات العنف الأسري والعنف ضد المرأة في إقليم كردستان خلال السنوات الخمس الأخيرة. إلى ذلك كشفت أمانة بغداد عن إطلاق حملة لإزالة الأكشاك والمسقفات العشوائية التي نصبت بشكل عشوائي دون استحصال الموافقات الوصولية في عدد من مناطق العاصمة. وذكر بيان صادر عن مديرية العلاقات والإعلام في أمانة العاصمة أن الحملة تهدف إلى إزالة المخالفات التي تسبب وتسببت بعرقلة حركة السير والمرور وإعاقة الرؤية إلى جانب تشويه منظر العاصمة بغداد، مؤكدة أنها انطلقت في مناطق الدورة والحارثية والعلاوي والصدر ومجمع الصالحية السكني. ومن ضمن الأخبار المحلية أيضا، احتفل فنانو محافظة بابل بيوم المسرح العالمي مشيرين إلى المسرح العراقي عامة والبابلي بشكل خاص يتعرض إلى الإهمال. وطلب الفنانون المسؤولين عن الثقافة والفنون في العراق بتوفير الرعاية والاهتمام في جميع أنواع الفنون وعلى رأسها المسرح. لنتابع. مسرحيون في محافظة بابل من خلال نقابة الفنانين في بابل باليوم العالمي للمسرح، وحقيقة هذا اليوم يحتفل به جميع العالم، كل الدول الكبيرة والصغيرة وحتى الفقيرة، لما للمسرح من تأثير كبير على المجتمع وعلى تطور الحياة وعلى زرع الابتسامة في الصدور الحزينة. عادة الشعوب والبلدان يقام في كل سنة مهرجان المسرح العالمي، وفي هذه السنة تقيم نقابة الفنانين فرع بابل احتفالية بهذه المناسبة تتضمن كلمة اليوم العالمي للمسرح، تتضمن معزوفات موسيقية وعروض مسرحية من العروض المسرحية، مسرحية الممثل المبدع حسين الدرويش. أذكر بأن الحكومة المحلية حاليا بعيدة عن هذا المجال، عن مجال الثقافة والمسرح، وللأسف نتمنى منهم أن يعوا هذه المسألة ويعتبروا أن الثقافة هي أساس الحياة، وأملنا بهم مستقبلا. الفن هو الواجهة الحقيقية لأي بلد، وللأسف في عراقنا الركن الفن وأصبح أعتقد مهمش أو في خبر كان. فأتمنى ومن كل قلبي وباسم فناني العراق كافة وخاصة المسرحيين والتلفزيونيين والسينمائيين وباسمهم أقول خلي شوية الحكومة تلتفت للمسرح،
أهمية الفن والمسرح وعراقة المسرح العراقي يعني معروف، والفن العراقي منذ سنوات طويلة يعني من الدول العربية كانت دائما متقدمة في هذا المجال هي العراق. فيعني كل عام والمسرح بألف ألف خير صراحة، لأنه من أرقى أنواع الفنون هو الفن المسرحي. يعني أنا علي ما بعرف أنت تعرف أني أنا بمثل أساسا، فالمسرح من يصعد على المسرح هو شعور مختلف تماما عن أي فن آخر. فعلا هو له أهمية خاصة ويمثل حضارة بلد كامل. صح. الفن والمسرح بالتحديد ربما يعاني الإهمال اليوم. الفن بصورة عامة في العراق يحتاج إلى ربما يعني نظرة حقيقية من أجل النهوض بالواقع الفني عموما في العراق. وأيضا دائما نحن ما نتحدث عن أهمية الفن والمسرح وكل الفنون في والمواهب اللي موجودة في العراق بحاجة إلى دعم من قبل المؤسسات الحكومية. نعم، إذا ننتقل وإياكم إلى قضية المنتصف بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد في قضية المنتصف. كثيرا ما نصادف في حياتنا أناس يعرف عنهم أنهم أنانيون، أو قد تجمعنا بهم مواقف تكشف لنا أنانيتهم وحبهم لذاتهم فقط، بالتالي نبتعد عن مثل هؤلاء الأشخاص ونفضل أن لا نقيم العلاقات الاجتماعية معهم. فعلا علي، بالتالي فإن الأنانية هي مرض خطير إن صح التعبير، يؤثر على الفرد والمجتمع لأنه يصنع شخصية متكبرة مفتعلة، ويؤدي إلى الغرور والتكبر ومحاولة السيطرة على الغير للحصول على مصالح شخصية. سنتابع المزيد من التفاصيل عن الأنانية من خلال التقرير الذي أعده مراسلنا في بغداد سيف عبد الوهاب، لنتابع. من يقع في الأنانية قد يحرق بنارها من دون شعور. كثير من الأشخاص من يحملون صفة الأنانية وهي جزء من تكوينهم الشخصي يمارسونها في حياتهم اليومية، لا يرون سوى أنفسهم، ويطغى عليهم حب التملك والتعصب والتكبر وحب الظهور. بصراحة أنت أناني؟ شي ما أقدر أنا أقوله، يعني هاي الناس اللي قيمة بيه، أنا ما أقدر أقول على نفسي أناني أو غير أناني، الناس اللي تعاشرني حتعرف. بس طبعا هي هاي الصفة صارت بوقتنا من الصفات السائدة نتيجة الظروف الصعبة وما مر بي البلد، وما يعني خلينا نقول نفسيات الناس ما ظلت نفسيات الناس سابقا. فالإنسان أكو مرات يصير أناني بقصد وأكو أناني بغير قصد، مثلا نتيجة حبه لنفسه وحبه لذاته أو الأمور اللي يحبها لنفسه أو مثلا طموحه يكون على حساب غيره. هاي فشي يعني كلش موجود، وهسه حاليا صفة سائدة عند العراقيين تقريبا. شوف كل إنسان عنده هذه الأنانية، حتى اللي يقول لك أنا ما عندي هاي الأنانية لازم هاي غريزة من رب العالمين يصير عند البشر أنانية وحب الذات. فلا تصير أنانية عند البشر، بس هي نسب، أكو ناس عندها نسبة الأنانية عالية كلش بحيث تفضل نفسها حتى يمكن على أولادها، أكو ناس لا نسبة الأنانية عندها قليلة. طيب مصادفتك هذا الشيء مثل من صديقة أنانية أنه أثرت عليك أو سببتك في مشكلة معينة؟ أكيد أكيد تصير مشاكل خصوصا بين البنات، يعني تصير تعرف أنانية على غيرة على فتصير. مرات احنا نشوف انه البعض يعني اذا كان رجل او امرأة تشوفين يتقبل اشياء انه اذا كانت عند الناس بس على نفسه ما يتقبلها، شو رأيك بهذا الشيء؟ هذا نوع من الأنانية يعني؟ هذا مجتمعنا الشرقي كله على العموم عنده هذه الشغلة. اي شاب شوفه يتقبل يباوع على اخت صاحبه، بس صاحبه اذا باوع على اخته ما يتقبلها، فهاي عندنا موجوده كمجتمع شرقي. بصراحه انت اناني لو لا؟ لا يعني احب الخير لكل الناس، ودائما نقتدي بحديث الرسول عليه الصلاه والسلام من يقول حب لاخيك كما تحب لنفسك. يعني انا اتمنى هذا على كل محل على كل شارع، اتمنى هذا الحديث ينكتب على مود الناس تتحرر من هاي الأنانية وهذا البغض والحسد. زين، لأن احنا يعني أول شيء مسلمين، ثاني شيء الدين ما يسمح بالأنانية، والإسلام نصيحة. زين، متعرض لهذا الشيء من قبل أصدقاء؟ والله دائما يعني أنا دخلت الكلية يعني تصورت بس الأنانية عند النساء والغيرة وهذا، يعني من دخلت بالكلية يعني شفت الرجال نفس الشيء، هم الغيرة والأنانية ويحسدوك على كل شيء بنجاحك بتصرفاتك، بس هو ما يبين لك بس أنت تتحس فيه من تصرفاته. بصراحة أنت أنانية ولا لا؟ أكيد لا،
لأنه الأناني هو الشخص اللي يحب الشيء نفسه وما يحب للآخرين، فأني ما أحب هذا الشيء. لما يكون عندي شيء أحب العالم كلها تشاركني به، إذا فرح، إذا سلعة، إذا فشيء مادي أو غير مادي. أم صادفك هذا الشيء من صديقة أو أخت أو يعني من شخص معين؟ يعني على صعيد الأهل لا أبد، ولا خوات، بس صديقات يعني نوعا ما. صادفك هذا الشيء؟ إي يعني، بس سببك مشكلة؟ مرات يعني بيني وبين نفسي يسبب لي مشاكل، بس يعني ما أقدر أصارحها وأقولها أنت أنانية وسويتي هذا الشيء. أنت أنانية لو لا؟ والله أنا ما أعرف، يعني ما أحكم على نفسي، يعني اللي يعرفني هو يحكم علي، يعني ما أعرف. تصير أنانية؟ يعني أحيانا يكون يعني مواقف يعني لازم نكون بها أنانية. لازم يعني الأنانية واجب بها. صادفتش هذا الشيء من صديقة يعني مثلا صرفت وياك بأنانية وسببتش مشكلة معينة؟ والله يعني تقريبا إيه. من صفات الشخص الأناني لا يحب الاعتراف بالخطأ ويظن نفسه دائما الصواب ويحلل الأشياء لنفسه ما دامت مصلحته تتطلب ذلك ويحرمها على الآخرين ويجهل بأن الاعتراف بالخطأ هو دليل على احترام الناس. وبحسب أخصائيين أن الأنانية هي من الأمراض النفسية الخطيرة وتحتاج إلى العلاج وتعتبر من أكبر المسببات لاقتراف بعض السلوكيات التي يرفضها المجتمع كالمحرمات والأخطاء الشنيعة. ووصفت الأنانية بالداء المدمر لصاحبه. يعني تعريف الدارج هو حب الذات، يعني البشر من يكون أناني يعني يفضل مصالحه الشخصية على المصالح الآخرين، حتى لو هاي المصالح مثلا تدفع على بعض الأمور اللي مثلا مو طبيعية. يعني أفضل أنا مثلا تجيني مثلا فد شغلة بسيطة، إذا صديقي يريد يستفاد من عدها يجوز أنا ألتاف عليه، يعني شلون نقول فد نوع من الالتفاف. بصراحة يعني صادفك هذا الشيء؟ والله صادفني بالانتخابات كانت مال الطلبة مال الكليات. يعني شوف هو مو متفوق مو مثلك وأصغر من عندك عمراً، فصير بها مصلحة. يعني شلون نقول يريد يبرز، تعرف هاي طلبة بالكلية إنه تصير مع الطلبة والشباب أي مارس الأناني، صار بها التفاف. هو مع العلم هو صديق ومقرب أكيد الشيء اللي أحبه ما أحب غير ياخذه، بس بالمقابل لا، حب الناس، حب الخير للناس، هذا إيه أوكي. حتى أنا ممكن أكون أنانية بحبي للخير للناس وأكره الشر، أكره العدوانية، أكره الانتقام. فيا ريت رسالة من خلال هاي القناة الحلوة إنه يا ناس نشر الحب وتركوا الأنانية اللي ما حلوة والتزموا بالأنانية اللي تخلينا نحب الوطن ونخدم هذا الوطن وننتمي إلى انتماء نخدمه ونخليه راقي بين الأمم والشعوب. وبحسب أخصائيين في علم النفس إن الأسباب التي تدفع الإنسان إلى الأنانية هي التربية الخاطئة من الأبوين للأبناء في الصغر وعدم توعيتهم اجتناب الأحقاد والاستيلاء الفردي أو حرمانهم وكثرة معاقبتهم على كل صغيرة وكبيرة، ومنها عدم العدل بين الأبناء وتفضيل ابنا على آخر، إلى جانب الظروف الاقتصادية الخانقة التي تجعل الفرد لا يرى سوى نفسه. ببرنامج متصف الناصب عبد الوهاب، بغداد. شكرا طبعا لمراسلنا من بغداد سيف عبد الوهاب. راح نتحدث اليوم عن الأنانية وهي من الصفات السلبية المنبوذة. طبعا هناك ربما البعض من يتصف بهذه الصفة، صفة الأنانية، وطبعا بالتالي يعني الكل ينبذ هذه الصفة اللي موجودة ربما في البعض من الموجودين من الناس اللي موجودة حوالينا، بالتالي يبتعد عنه الجميع. الأنانية هي من الأنا وهي حب الذات وحب النفس ودائما ما يفضل نفسه على الآخرين ويعيش ربما على حساب الآخرين أيضا. الحديث أكثر عن هذا الموضوع راح ينضم إلينا من بغداد الدكتور رضاب الخالدي، أستاذ علم النفس في الجامعة المستنصرية. حياك الله، مرحبا بك دكتور رضاب. دكتور تسمعني؟ دكتور رضاب، إذا
اعتقد انه فقدنا الاتصال بالدكتور، راح نعاود الاتصال به مره اخرى وحتى نتحدث اكثر ونتعمق بالموضوع، موضوع الانانيه اليوم. نلاحظ من خلال حياتنا رندا، ربما يعني انت من الناس اذا تشوفين اي شخص اناني تبتعدين عنه مباشره. فعلا، يعني احنا دائما نحكي نقول يد واحده لا تصفق. العمل الجماعي هو العمل الذي ربما يدفعنا الى التقدم في الحياه، الى بكافه الاقدار، سواء بالعمل او حتى بالحياه، يعني حتى بين الازواج. يعني موضوع الانانيه ممكن ان يؤثر بطريقه سلبيه كبيره اذا كان الشخص يفضل نفسه عن الشخص الاخر. هنا نقع بمشكله ومطب كبير جدا، يعني على الصعيد الشخصي عندما تكون انت في علاقة مع شخص ويكون هذا الشخص زوجك مثلا أو زوجتك وهي أنانية، يعني هذا شيء، هذا الشخص لن يعطي للحياة ولن يعطي طبعا لمجتمعه، فبالنهاية ممكن أن نقول أنه يكون عبء أو آفة على المجتمع. على كل إن نعود لاتصالنا من بغداد مع الدكتور رضاب الخالدي، أستاذ علم النفس في الجامعة المستنصرية. أهلا وسهلا بك دكتور رضاب. أنا ست رندا، من خلال شاشتكم الكريمة يسرني أن ألتقي بكم. وحقيقة الموضوع اليوم من خلال قضية المنتصف موضوع جدا مهم، ألا وهو الأنانية. نعم، الأنانية حقيقة أنه نريد أن نعرف التعريف أساس العلمي بنيت على التعريف العلمي لكلمة الأنانية. نعم، التعريف العلمي للأنانية أساسا بنيت هي على الحب، يعني الحب، حب نحو الذات. هو والفرد اللي يمتلك هذا الحب بالمقابل انه لا يمتلك الشعور الاجتماعي. يعني هنا اصبحت عندنا معادله، يعني يمتلك الحب وبالتالي انه لا يمتلك الشعور الاجتماعي. يعني الحب راح يوجهه وين؟ ما عنده استعداد نفسي ان يوجه الحب نحو الاخرين لاجل اشباع حاجات وتكيف مع المجتمع. راح يكون الحب موجه نحو الذات، وبالتالي انه راح يشكل فد اسلوب لحياه الفرد، وهنا راح يكون ايضا امتدادا لخبرات الطفوله. لما ناخذ تحليل لهذه الشخصيه، حقيقه انه راح نشوف انه هذه الشخصيه من وجهه نظر التحليل النفسي يقول لك انه الخبرات السابقه شكلت لدينا اشباع حاجات معينه او عدم اشباعها، وبالتالي صراعات. هذه الصراعات حينما تبنى عليها الشخصية اللاحقة في المراحل اللاحقة راح تكون هنا عندنا فد توقف في النمو في مرحلة عمرية معينة. يعني هنا صار عندنا توقف، هذا التوقف في النمو راح ينعكس وين؟ في المراحل اللاحقة. المراحل اللاحقة راح يعاني من عدة الفرد، لأنه لا أساسا هو الفرد إذا شوف مدرسة التحليل النفسي يقول لك بنيت على أساس مكون ألا هو الهو أصلا هو بناء أناني لدى الفرد، يطلب من عنده انه اشباع حاجات، متهور، لا يعرف الواقع، ادراك حسي ما عنده، ما يمتلك هذا الشيء، لذلك انه يمنع الفرد انه تشبع حاجاته كيف ما تكون. طيب دكتور، بما انه تحدثنا عن الانانيه وعرفناها تعريف علمي بحت، خلينا نتحدث ببساطه اكثر حتى نوصل الفكره للجميع. اليوم نتحدث عن الانانيه وعلاقتها بحب الذات. هل حب الذات وحب النفس يعني والأنانية هي شيء واحد، أم حب الذات هو شيء والأنانية ربما تكون مصطلح ويكون مصطلح أعمق ويكون الشخص متوغل أكثر في الأنانية؟ نعم أستاذ علي، إذا تلاحظ أستاذ علي أطفالنا، نعم، من مثلا تنطيه شوكليتة أو شوكليتين، لما تقول له أنطيني يعني يقول لك لا مو أنا أريتن. يعني الأنانية موجودة أصلا عند الطفل، موجودة في تربيتنا، لكن مثل ما ذكرت لك انه حين ما يكون توقف معين، هذا شكل عقدة كومبلكس يعني تكون لدى الفرد. هذه العقدة حين ما ياتي المراحل اللاحقة للفرد راح تأثر على سلوكه لاحقا. يعني هي مشكلة تبدأ عقد موجودة يعني في داخله، يعني لذلك انه يوصل الى عشق الذات. سؤال بس احنا نسميه الروح النرجسية. دكتور لنبسط، يعني نعم، اذا ممكن ان ناخذ شريحة مثلا من الاطفال، الجميع يمتلك هذه الأنانية، لكن هذا يعتمد علينا اذا عززنا هذا الاسلوب ام لم نعززه؟ نعم، هنا الطفل هو يعني احنا لتوكيد الذات، هو سواء كان كبير او طفل لتوكيد الذات يقول لك انا ذا، أنا وبس حين ما يكبر. لكن الطفل لما تكون عنده الأنانية يريد أنه يعتبر في وسيلة الدفاع عن نفسه، يريد إثبات وجوده أمام والده، أمام أخوانه، فيشوف أنه هذه الأنانية موجودة، يعني لا نستغربها، موجودة عند الطفل وإحنا أيضا نعززها.
نعززها كبيئة وما نحيط بالطفل، نعزز هذا الشيء. لكن احنا الفرد لما يدرك المجتمع ويدرك الواقع يجب عليه ان يتفاعل، وفق معطيات الواقع، ننمي عنده قدرات الادراك الحسي. نعم. يعني شلون الفرد انه لا تطغى عليه العقد السابقه اللي ما تم بها اشباع. يعني مثلا اذا الطفل ناخذ وجهه نظر مثلا ادلر، يقول لك الطفل لما يكون حرمان عنده او دلال زايد راح انه الطفل يقول لك انا بهالحاله اذا ابقى بالمرحله، يعني حاول شو عقوبه لنفسه ولا يحيطون به، يقول لك انا بالنسبه لي ابقى هذه المرحله، ايش بعد حاجياتي وماكو داعي اتحول للمرحله اللاحقه، ماكو نمو، ماكو تطور. صحيح. من يكبر هذا الفرد يشوف النزاعات يعني اللي يمتلكها نزاعات كلها سلبيه، بحيث يعني يفقد صديقه، يفقد اللي يحيط به، يسقط كل السلبيات اللي يمتلكها من اجل شنو؟ حتى يتفاعل مع المجتمع، هو يدرك بهذا الشيء. انه يقول لك انا حتى ابقى مع هذا المجتمع اكثر تكيفا يجب علي انه شنو؟ لازم انه اكون اكثر تمسكا بانانيتي، لان اعتبره سلاح وجوده. صحيح فعلا. يعني دكتور يعني بلحظه اخرى مرات شعوريه ولا شعوريه؟ نعم، يعني هو الانانيه او حب الذات بالتحديد هو نستطيع ان نقول ربما هو يعني سلوك فطري غير مكتسب، ولكن الشخص وايضا الاجواء، العائله، المجتمع ربما تعزز هذا السلوك وتجعله ينمو في داخل هذا الشخص. هو نعم استاذ، هو استعداد. نعم. هو استعداد وراثي راح يكون لدى الفرد اللي قلت لك لاجل اثبات وجوده وتفاعله مع الواقع، لكن المجتمع طبعا كفيل اما ينميها بالسلب او بالايجاب. طبعا يعني العائله او الاسره تكون كفيله بهذا الشيء. الفرد حين ما يكبر نشوفه بالمراحل اللاحقه وبعد النضوج تشوفه انه يلتجئ الى الانانيه لاشباع حاجات، بس هو شنو؟ تضغي عليه انا وبس، هذا يعتبر سلاح، حتى انه مثلا حتى من خلاله يفقد الاخرين، يفقد اصدقاء ما يهمه، لانه شنو؟ مرات يصرف لا شعوريا. صحيح. يعني مو بارادته، مو بحفظ ارادته. شو مرات يلتجئ الى افعال انعكاسيه. افعال انعكاسيه يعني رد فعل بدون تروي، بدون تفكير، بدون وفق ما يملي على الخيال. شوف هذه يلتجئ لها الفرد، لذلك انه تكون مدمره للشخصيه. نعم مدمره للشخصيه، ليش؟ لانه كل ما نطلب من ايجابيات بشخصيه الفرد ما يمتلكها، لانه تتاكل نتيجه الانانيه. احنا نسميها في علم النفس نقول عليها روح النرجسيه. انا يعني سبقني دكتور. نعم انا نعم. انا كنت اريد ان اسالك على الشخصيه النرجسيه، يعني هذه شخصيه معروفه ومعروفه علميا، والكل يعرف الشخص النرجسي هو من يتمتع ومن لديه الانا عاليه جدا، لكن يعني هناك بعض الافراد يعني بصغرهم لا تكون موجوده هذه الصفه او لا نراها واضحه عليهم، لكن مثلا عند اختلاطهم ببيئه عمل معينه، عند اختلاطهم بمجتمع معين ترى انه يصبح اسلوب دفاعي اكثر، فيصبح الشخص يتمتع بالانانيه بشكل اكبر ليدافع عن نفسه. فيعني هل ممكن ان تتطور او يتطور موضوع الانانيه بعمر اكبر؟ الانانيه شوف احنا مرات احنا تعتمد مرات على البيئه قلنا، وتعتمد حتى على التسلسل الولادي. يعني مثلا الطفل الاكبر لما الزيحه يجي يزيحه من العرش مثل ما نسميه، يجي اخوه اللي بعده نشوفه انصدم، يعني الحب والحنان اللي يتلقاه من الوالدين فقده، فشوفها جت في هزه عنيفه. لما يروح للمدرسه يشوف هذا الحب اللي يتمتع به من قبل الاهل والانو بس وطلباته مستجابه ما يلقاها وسط الطلاب، لذلك ايضا هزه عنيفه يلاقيها الفرد. هذه هنا تكون البيئه كفيله اما تعزز او تقول لك لا خلاص سير انت وفق ما تحققه، وانت نجاحاتك هي اللي تعزز شخصيتك، تمنح الثقه بالنفس. نعم. الفرد لما تكون عنده انطواءات معينه وفق الصراع اللي ذكرته في الاشباع وعدم الاشباع، نشوف هذا الفرد ينقلها في لاجل التكيف، وتطغي عليه الحاله النفسيه اللي يمتلكها سابقا. صح. ليش؟ لانه طبعا هي المراحل اللاحقه تثقل ما حفر فيه في وجدان الفرد. إذا شخصية الفرد لازم انه شنو؟ تهذبها البيئة، يعني يتعلم يطور نفسه. الشخصية مو متقالبة، مرنة يعني بها مجال. احنا طبعا. مرات يعني البيئة العمل اشوف اصدقائي او كذا ممكن اصدقائي يطوروني محاكاة سلوك. صحيح. اتعلم من اصدقائي، انطي نفسي مجال. هو شوف الشخص الاناني لا يتقبل نقد، لا يحاول انه يفقد اصدقائه او ممكن يتعايش على اكتاف اصدقائه، تكون حتى حب علاقة مصلحة، هذا الحب اللي يمتلكه. مو هي المشكلة هو هذا السؤال دكتور المحير.
أنه الشخص الأناني ما يتقبل النقد ولا يتقبل النصيحة ولا أي كلام من قبل أقرب الناس، ربما حتى إذا كان من الأهل إذا ما نتحدث. اليوم الشخص الأناني نعم، اليوم الشخص الأناني ربما أنا خلي على سبيل المثال أنا شخص أناني وما راح أتقبل النقد ولا النصيحة إذا ما جاني أقرب الناس وتحدث على أنه أنت شخص أناني أو أنت يجب أن تعدل من هذا السلوك السلبي. كيف أستطيع أنا إذا ما رأيت أو احتكيت بشخص ربما قريب علي وأنا فعلا أريد يعني أغير هذا السلوك وهذه الصفة بهذا الشخص، أغير أو أطور، نعم، كيف أستطيع أن أغير هذا السلوك؟ حشاك من الأنانية أستاذ علي. هنا ما دام حضرتك تريد تطور نفسك، يعني عندك روح أنه حاس بهذه النزعة اللي بداخلك أنه الأنانية مدمرة، يعني تريد تتقبل، فهنا بها مجال انه تتطور من خلال محاكاه السلوك الاخرين، اتعلم من صديقي، اخذ صديق، دائما احنا سلوكنا محاكاه، اشوف صديقي الشيء تتمثل اعتبره كنموذج واقلد سلوكه. هنا راح اتعلم من المجتمع يعلمني، مرات تكون يعفيه تصرفك صحيح لائق. يعني دكتور خلينا نبسطها يعني اكثر، دكتور الشخصيه قابله للتطور اذا سمحت لي، يعني السؤال نفسه راح يبقى مثل ما قلنا على سبيل المثال انا اناني وانت الدكتور الاخصائي، فكيف تستطيع ان توصل لي النصيحه؟ وصل لي النصيحه هسه مباشره، الاسلوب كيف يكون؟ نعم اوفر لك، نعم، اول شيء انه تحاول تزج نفسك بالمجتمع، انت جزء من هذا المجتمع. تمام. صديقك لا تفرط به. تمام. نجاحك يتوقف على علاقتك باصدقائك. روح الايثار. بالضبط. روح الايثار، يعني يعني حاول انه تضحي بجزء من الانانيه اللي تمتلكها، ليش ما ينقصك في الشيء؟ لما تكون لانه طور شخصيتك، اكو في الشيء متاكل عندك، تحاول تتجاوزه بعلاقتك بسماع نصيحه صديقك، بتفاعلك مع صديقك، مع زميلك، مع اخوك، مع من يحيط بيك، هؤلاء يكملون شخصيتك، حتى احس انه انا بحاجه ما اوجه الحب نحو ذاتي. هذا الحب نحو الذات هنا استعداد، بس اخلق في داخلك الاستعداد انه كيف تمتلكه حتى تمنح هذا الحب للاخرين، هو عطاء، الحب هو عطاء، حتى ابني المجتمع، ابني نفسي، ابني تفاعلي مع الاخرين. نعم. هذا العطاء حتى اكون مؤثر وسط الاخرين، مرات التجئ الى انه بالانانيه ابتعد عن الواقع وعزلت نفسي وبالتالي اشوف لا صديق لا اقرب الناس اللي يحيطون بي. هلا هي المشكله دكتور، اذا اريد اطور نفسي. المشكله دكتور عندما تكون هذه الانانيه موجوده بين الازواج، فيرفض احد الاطراف ان يعترف ان الشخص المقابل مثلا يتمتع باشياء ايجابيه، وكل ما ينظر اليه السلبيه لانه يريد كل شيء لنفسه، فهو لا يعطي. العطاء هو شيء مهم مثل ما تفضلت قبل قليل، الحب، العطاء، الأشياء الإيجابية هذه تنعدم عند الشخص الأناني، فكيف ممكن لزوج أو زوجة الطرف الآخر منهم يتمتع بالأنانية أن يوفقوا بهذه العلاقة أو يستمروا بهذه العلاقة؟ طبعا المعاناة راح تقع على عاتق المرأة أو الرجل، يعني حين ما يشعر أنه الطرف المقابل أناني، هنا المعاناة لازم اخذ بنظر الاعتبار كيف اطوره، لازم اكون اني قدوه إلى انه اضحي من اجل اطفالي، اضحي من اجل بيتي، احبك رغم انك مثلا انت اكثر عطاء قليل. نعم. هذا العطاء يخجله ويحاول انه يقتدي بيه، يعني هو رفيقك او رفيقتك او كذا، انه زوجتك او زوجها راح يكونون رفاق طريق واحد لاجل الاطفال ولاجل البيت، يعني هذه التضحيه حسسني أنا بحاجة إلى أن أطور نفسي، صراعات حتى أتجاوزها، يا رجل يا امرأة حتى نتجاوز هذه الخلافات يجب علينا نضحي بمنطقة من أنانية. هنا لما يدرك الفرد أنه أنانيته طغت على شخصيته أصبح عندنا قدرة بقدرة الإحساس بالواقع، هناك سابقا ما يدرك، ما عنده إحساس بالواقع، حتى يحس بالواقع معناه يصير بالواقع والأجل بناء، إذا أنا امتلك العطاء والله ممكن أنجح واشوف زوجتي رضت عني، اطفالي رضوا عني، سعاده ملت البيت، واذا اشوف هذا السلوك ممكن انه يحيطون بي قد بنيت في الشيء بداخلهم.
إذا الشخص الأناني يحتاج هو الشخص نفسه أن ينمي هذه أو ربما أن يعمل على القضاء على هذه الصفة، وأيضا المجتمع له دور كبير بالقضاء على هذه الصفة السلبية اللي ربما موجودة عند البعض من خلال حياتنا اليومية نلاحظها. الدكتور رضا بالخالد أستاذ علم النفس في الجامعة المستنصرية كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. أيضا أصدقائنا ومتابعينا كان لهم آراء حول قضية المنتصف شاركونا بها عبر صفحتنا الرئيسة على الفيسبوك. عباس يقول: أولا أتقدم بالتحية لكادر برنامج منتصف النار، تحياتنا إليك. مما لا شك فيه أن الأنانية صفة سلبية منبوذة في أي مجتمع مهما كانت خلفيته الأيديولوجية والثقافية، كما أنها تؤدي إلى تمزق الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع وتخلص إلى إنهاء قيم التعاون المشترك. وأيضا أحمد الصالح يقول: السلام عليكم، موضوع الأنانية موضوع جميل وهو شائع بين المجتمع، حيث أن صفة الأنانية هي صفة غير محبذة، والغرورية هي النزعة لتبني أراء إيجابية حول الذات وتعزيزها، ويتضمن عادة رأيا محابيا للذات بشأن السمات والأهمية الذاتية سواء من الناحية العقلية أو البدنية أو الاجتماعية أو غيرها. إذن مشاهدينا فقرات برنامج مستمرة وإياكم وتشاهدون فيها أيضا: تنوع أسواق الطيور في أربيل يجعلها مقصدا للزائرين من محافظات مختلفة. أهلا بكم من جديد، نذهب بكم إلى الأجواء الرائعة في شمال العراق ومدينة أربيل حيث تشتهر بكثرة أسواقها ومنتجاتها المختلفة. اليوم سنتحدث عن سوق الطيور في هذه المحافظة والذي يضم أنواع مختلفة ومتعددة من الطيور، بعضها شائع ومعروف وبعضها نادر جدا. أيضا علي، أسعار هذه الطيور مختلفة جدا، فبعضها يبلغ سعره 1000 دينار فقط وبعضها يصل إلى آلاف الدولارات. مراسلنا في أربيل أمجاد ناصر زار هذا السوق وأعد لنا التقرير الآتي لنتابع. والله نبيع ونشتري على باب الله. هذا السوق يبدأ من الساعة 8 لي بالوحدة ثنتين ينتهي. دجاج على علي شيش، فسيفس، باط، واس، من هالطيور هذا. هذه الطيور منين يجيبوها يعني؟ اي من اطراف اربيل، القرى، من القرى من الداخل، عالم على باب الله. اللي يجي يشتري يشتري، واللي يبيع يبيع. والسوق هذا سوق يعني سوق محترم مناسب، مو ذاك السوق الغالي اللي فالعالم يتجهون عليه. نفس سوق اللي ببغداد بالشورجة بالغزل. طبعا دائما يبقى حب العراقيين للطيور وكل الحيوانات الأليفة. يعني اليوم في كل محافظة هناك تشتهر بسوق خاص للطيور، ومثل ما لاحظنا هناك الأسعار تختلف من تصل مثل ما تحدثنا من 1000 دينار للملايين دنانير. يكون ربما البعض يكون مهووس بنوع معين من الطيور فيقدم على شرائه ولو كان ب10 ملايين وهو يعني طير بالتالي، ولكن الحب دائما يتملك هذا الشيء. انت تحب الطيور؟ والله احب الطيور، احب منظرهم، بس ما عندك هوايه؟ لا لا لا، انا كان عندي ببغه وانا صغيره، يعني كانت الببغه لونها احمر واخضر والنوع اللي يتحدث او تحكي، ولكن أيضا لدي قطط، فأتت قطة وكانت راسها، فمن بعدها لا أربي طيور لكن أحبهم جدا يعني. وأيضا في إحدى الدول كنت في سفر، فممكن تحط هيك قطع من الخبز أو شيء وتهجم عليك الطيور يعني على الرأس. تركيا نفس الحالة. أيوة أيضا يعني كنا نطلع بالباخرة ونخلي الخبز بإيدنا ويجي هو النوارس تجي تاخذ النوارس. لا النوارس ليس يعني النوارس شريره نوعا ما، يعني هي ليست من بس تجي تركيا تجي، لكن ايضا خطيره هي، ليست طبعاً ليست طبعاً اليفه جدا. هي تاكل السمك.
اي تاكل السمك صحيح. على كل ننتقل واياكم الى فقره الصحه بعد فصل قصير، ابقوا معنا. قبل ان نبتدئ بالفقره الصحيه، تعرف علي قبل فتره كنت مريضه نوعا ما، يعني اعاني من سعال والتهاب قصبات وغيره. فكل النصائح بتعرف الناس تبدا باعطائك النصائح، اشربي ليمون، اشربي شاي اخضر، زنجبيل، ما اعرف شو، لكن اكثر شيء تداول على السنه الجميع هو العسل. يجمع الكل على العسل وفوائد العسل. يعني فوائد رائعه عندما يبتدا الواحد باخذ العسل، وخاصه بهذا الفتره، فتره فصل الربيع، هناك انقلاب في الجو. طبعاً. للعسل فوائد عديده. بتحب العسل؟ صح كثير. يعني خاصة إذا ما كان من الصبح الشخص أول ما يصحى ويأخذ له ثلاث معالق صغيرة. ثلاثة معلقة واحدة؟ لا لا ثلاثة صغيرة. ليش ثلاثة؟ طيب، يعني جميعنا يسمع الفوائد. تناول بكوب من الماء الدافئ في الصباح على الريق، أو عن فوائد عسل النحل للجسم وحده، لكن لا يعرف الكثيرون عن فوائد خلط العسل مع الماء الدافئ. طبعا فعلا رندا، العسل مفيد جدا وللجسم خاصة. يمكن استخدام العسل بطرق متعددة، نتحدث اليوم عن استخدامه مع الماء الدافئ كونه يحمي الجسم من أمراض عديدة ويساعد في تحقيق فوائد كثيرة. بداية التخلص من الوزن الزائد، شرب الماء والعسل يساعدك على فقدان الوزن الزائد بالجسم، لأن السكر الموجود بالعسل هو سكر طبيعي يوفر بدوره مصدرا صحيا للسعرات الحرارية، وليس ذلك فقط بل قد يحمي الجسم من السكريات التي تدخل إلى جسمك عندما تتناول المشروبات الأخرى. أيضا تنظيم أنشطة الجسم، إن تناول كوبا من الماء الدافئ بالعسل في الصباح يساعدك باقي اليوم على تنظيم وتحسين عملية الهضم، كما أن خواصه المطهرة تساعد على تخفيف حموضة المعدة وزيادة الليونة وهيدرة الأمعاء. وأيضا يساعد الجهاز المناعي في مقاومة الطفيليات. للعسل صفات مذهلة مضادة للبكتيريا، هو غني بالإنزيمات والفيتامينات والعناصر المعدنية التي تعتبر خط الدفاع الأول تجاه البكتيريا، كما أن العسل يعتبر مضادا جيدا للأكسدة، وبالتالي هو يساعد على مقاومة الشقائق الحرة التي تسبب في العديد من الأمراض بالجسم، ويحمي أيضا من الإصابة بالإنفلونزا. وأيضا من فوائد العسل فهو يقلل من الحساسية، ويساعد العسل على أن يتكيف جسمك مع نوع حبوب اللقاح المنتشر في المنطقة التي تعيش بها، وبالتالي فهو يقلل من إصابتك بالحساسية عند التعرض لحبوب اللقاح. وأيضا التخلص من احتقان الحلق والسعال، الماء الساخن مع العسل يساعد على علاج وتهدئة التهاب الحلق ويمنع تهيجه، كما أنه يساعد بشكل فعال على التخلص من السعال. يعني من أجمل فوائد العسل اللي يعني حقيقة يعني عجبتني كثير، يتخلص من الوزن الزائد. يمكن غريب صراحة، غريب أنه العسل والسكريات اللي موجودة، ولكن هي سكريات، تحدث عن سكريات طبيعية ما لها أي مضار على الجسم، والسكريات البسيطة. يعني العسل يحرق بشكل سريع، لكن أيضا دائما علي إحنا عندما نتحدث عن السكريات أو العسل أو غيره، يعني يجب الأخذ بعين الاعتبار أن هناك بعض الناس الذين يعانون من الأمراض مثل السكري. طبعا. وغيرها من الأمراض، هذا لا ينطبق عليكم، يعني هذا ينطبق على الشخص الطبيعي الذي يستطيع أن يتناول السكريات ممكن بنصيحة الدكتور حتى الشخص لا يتسرع ويقع بمشاكل أخرى، والإكثار يعني مثل يعني زيادة في هذه الأمور كمان تكون حتى للشخص السليم، يعني مش ضروري ثلاث معالق، معلقة واحدة بتكفي. ظلت ببالك. صح. خلينا ننتقل إلى أخبار أخرى، أخبار غريبة ومنوعة بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. رفضت فتاة كندية حسناء إجراء جراحة تجميلية لإزالة وحمة سوداء أسفل عينها اليمنى، وفضلت أن تبقى عليها لأنها تعطيها نوع من التميز.
وأصبحت الفتاة الكندية التي تعيش في مقاطعة ألبرتا وتدعى كاساندرا نود متعايشة مع تلك الوحمة، مشيرة إلى أن والديها فضلوا عدم إجراء جراحة لها لإزالة تلك الوحمة منذ ولادتها خشية أن تترك الجراحة ندبة على وجهها. وأكدت الفتاة أنها سعيدة بالقرار الذي اتخذه والديها، حيث أن تأثير الجراحة كان من الممكن أن يكون أكثر تشويها لوجهها، مشيرة إلى أن تلك الوحمة تقع داخل طبقات عميقة من بشرتها ولا يمكن إزالتها إلا بواسطة الجراحة التجميلية. وقالت أنها عثرت على فتاة أحلامها وتمت خطبتها لشاب تعرف عليها قبل 8 شهور في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة، وتعمل في مجال تقديم الاستعراضات الفنية. يعني فعلا مخرجنا جابها بمكانها، هو نوع من انواع الثقه بالنفس. ونلاحظ دائما يعني في الغرب خاصه مهما كان العوق اللي موجود او مهما كان يعني ربما مثل لاحظنا هذا الخبر الغريب نوعا ما، ولكن يعتزون بهذا الشيء. ويعني لو عندنا يمكن اي فتاه عربيه بجمال هذه الفتاه كان مباشره عمليات تجميل وما شابه ذلك، ولكن نشوف هذا الإصرار أنه خلاص هي مقتنعة بشكلها كما هو، وهي باعتبارها تميزها عن باقي البنات اللي موجودين. يعني بتعرف علي أيضا بعض الأشخاص الذين يقومون بعمليات تجميل مثلا للأنف لغيرها من الوجه، يعني بعض الناس يقولون أنه هذه شخصيتي وأصبحت شخصيتي مرتبطة بأنفي بعيوني بغيره، ولكن أن تكون وحمة بهذه الكبر وأن تتقبل هذه الوحمة غريب، لكن بنفس الوقت جميل جدا أن يكون هذا الشخص معتز بنفسه بهذه الطريقة طبعا. ويتحلى بهذه الصفة، يعني هنيئا لها. طبعا هو بالتالي هو الجمال يبقى جمال الروح والجمال الداخلي يطغى على كل شيء. والله جديات يعني شخص مهما يكون جميل ولكن من تعاشره شوف عنده صفات سلبية وشوف عنده شغلات راح تبتعد عنه مباشرة، يعني والعكس ربما يعني دائما نختلط بناس شكلهم طبيعي ولكن نشوف الجمال الروحي دائما يكون طاغي. بس اليوم يمكن الموازنة اختلفت، يعني الشخص انت اذا تريد مطلوب الجمال، مطلوب طبعا مطلوب الجمال، يعني انا الي شخصيا لا ارى شخص غير جميل. يعني يهمك انت المظهر الجمال الداخلي والخارجي كاولويه؟ انا لا ارى شخص غير جميل، ارى الجمال بكل الاشخاص، يعني كل شخص لديه صفه يعني بالضبط. شيء جميل يعني أكيد. مثلا ممكن تكون مثلا هذا طويل القامه، مثلا هذا عيونه جميلين، ابتسامته يعني صح. كل شخص يتمتع بصفه جميله، لا يوجد شخص بشع او مش جميل مثلا صح. يعني مثلا كاظم الساهر جميل كل شيء اكيد اكيد تحياتنا للقيصر. يعني هو بالتالي هي المساله مساله قناعه صح. وايضا يبقى الشخص هو وقناعته، ويبقى جمال الروح هو الاول. انا بالنسبه لي علي يعني علي جمال الروح هو الاول. والله نعمل يعني موضوع حلقه، والجمال نعمه يعني ما حد ينكر هذا الشيء. بس هو دائما اثنين يعني هو جمال الروح يضيفك جمال. احنا مشكلتنا اليوم، انا اذكر هذا الكلام، مشكلتنا اليوم بدنا نحكم على الشخص من خلال مظهره، بدنا نهتم بالمظهر وقبل ما نهتم بالداخل. يعني اليوم اكو شغلات كثيره مهمه بالشخص والمفروض تتوفر بها الشخص، نهملها ونهتم بالمظهر باللبس بعمليات التجميل وانتشارها اليوم. يعني هو اوكي لازم يعني ممكن اذا ما نتحدث عن المظهر ومطلوب والاناقه مطلوبه والجمال عموما مطلوب، ولكن بحدود، هناك امور اهم. اسالك سؤال طبعا، يعني اذا انت اردت ان تتقدم لخطبه شخص معين اوكي ويعني هذه الفتاه ليست جميله اطلاقا وهي زواج تقليدي، مستحيل ان تقول لي مثلا الجمال جمال الروح، ان انت يجب ان يكون هناك انجذاب مبدئي صح؟ طبعا طبعا. طيب فهو يعني هو يعني انا ما احكي لك، انا بصراحه اعشق الجمال بصوره عامه. طيب يعني عندما ترى مثلا امراه جميله انه ما شاء الله طبعاً يعني أكيد. الله جميل ويحب بس الجمال، بس نتحدث كاولويه. الجمال يعني الخارجي بعدها الداخلي. انت عندك الخارجي بعد طبعا الاولويه الشكل، حتى هي المخرج فراس يحكي لك الاولويه الشكل. هذا رايك انت وفراس،
لتتقبل او لتتحدث مع شخص معين يجب ان ترى شكله بالبدايه. يعني نصل لنقطه النهايه وهي كل شيء يروح يجي الا الجمال. طيب ننتقل الى فاصل قصير ونعاود ابرز ما جاء في الصحف المحليه والعالميه بعد فاصل، ابقوا معنا. نبدأ معكم جولتنا مع صحيفة النهار اللبنانية. On this day لاستعادة ذكرياتك في فيسبوك، أعلن موقع فيسبوك عن إطلاق ميزة On this day أي في مثل هذا اليوم، وتتيح لمستخدميه استرجاع أبرز ذكرياتهم على الشبكة في أيام محددة. وأشار فيسبوك إلى أن صفحات On This Day ستضم المشاركات التي قام المستخدم بنشرها على حسابه، والمشاركات التي تمت الإشارة فيها إليه، وأسماء الأشخاص التي أضافها في التاريخ نفسه ولكن منذ سنين. وعلل فيسبوك لجوءه إلى هذه الميزة قائلاً أنه غالباً ما ينظر الأشخاص إلى صورهم القديمة التي تعيدهم بالزمن إلى الوراء فيشعرون بالسعادة، لذا أطلقنا تلك الميزة لنجعل الوصول إلى تلك الذكريات أسهل. ولفت فيسبوك إلى أنه سيكون بإمكان مستخدمي الموقع استعراض النشاطات التي قاموا بها في مثل هذا اليوم منذ سنوات و وجودهم على شبكتهم الاجتماعية، كما أنهم سيتمكنون وحدهم من رؤية هذه الأحداث أو مشاركتها مع بقية أصدقائهم في حال رغبوا بذلك. وإلى صحيفة ديلي ميل، وعندما يصبح القلق مرضاً. أثبت باحثون من جامعة ويسكونسون ماتسون الأمريكية أن الحيرة تولد القلق، كما يدرس علماء في جامعة كيبيك الكندية القلق في حالته العامة ويعتقدون أنه مرتبط بالحيرة وعدم انتظام النظام الغذائي والاكتئاب، ويجزمون أن الحيرة تولد القلق لدى الجميع، وأن الفرد الذي يعاني القلق العام يكون أكثر توتراً من غيره، وأن توتره لا يختلف عن توتر الآخرين إنما يكون مفرطاً أكثر. ويقارن الباحث هذا النوع من العصبية للحساسية بالنسبة إليه، إن القليل من المشاكل البسيطة التي لا تشكل أي عارض لدى الأشخاص الطبيعيين تؤدي إلى ردة فعل عنيفة لدى الذين يعانون من القلق العام. ومن جهة أخرى يعتقد باحثون آخرون في نظرية أن هناك آليات في الدماغ تطلع بدور في الحساسية النفسية، إذ يعتقدون أن الحيرة مرتبطة ببعض عمليات في الدماغ كالتنظيم العاطفي والتأكد من الحالات الآمنة. ننتقل إلى صحيفة بيلد الألمانية. الشوكولاتة تساعد في فقدان الوزن، لم تعد فعالية الحمية الغذائية بحاجة لمنتجات باهظة الثمن، إذ يمكن أن تقوم الشوكولاتة بهذا الأمر وفقاً لنتائج دراسة ألمانية، كما أنها تحل أكبر مشكلات الرجيم والمتمثلة في عودة الوزن المفقود بعد التوقف عن الحمية الغذائية. خلصت دراسة جديدة لنتيجة مفاجئة، وهي أن الشوكولاتة تزيد من فعالية الحمية الغذائية، كما أنها تمنع حدوث انتكاسة بعد التوقف عن الرجيم. ولاحظ الباحثون أن متناولي الشوكولاتة لم يبدأوا في فقدان الوزن إلا بعد أسبوع من الحمية الغذائية، لكن معدل خسران الوزن بعد ذلك كان أسرع من غيرهم. ويرجح الخبراء سبب هذه النتائج إلى أن الشوكولاتة التي تحتوي على نسب كبيرة من الكاكاو تسرع من فاعلية الرجيم. وفي صحيفة نيويورك تايمز، سحبة واحدة من الشيشة تعادل تدخين سيجارة كاملة. جدد متخصصون التحذير من التبغ بمختلف أنواعه، مركزين على مخاطر الشيشة التي يعتقد البعض أنها أقل خطورة من التدخين، مؤكدين أن سحبة واحدة منها تعادل تدخين سيجارة كاملة. ويختار البعض الشيشة لنكهتها بينما يعتقد آخرون أنها أقل ضررا من السجائر، إلا أن مختصين أفادوا بأن جلسة تدخين واحدة للنرجيلة تعادل تدخين 20 إلى 30 سيجارة بحسب منظمة الصحة العالمية، بحسب تقرير نشره خبراء في أطلس التبغ. وتتضمن النرجيلة كميات كبيرة من أول أكسيد الكربون الذي يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والسرطان. وعند تدخينها يستنشق المدخن مواد سامة كالقطران والنيكوتين والرصاص
غزة النيخ، ويؤكد متخصصون أن حرق الفحم لتسخين التبغ وتوليد الدخان يتسبب في الانبعاثات السامة والمسطنة من تدخين النرجيلة. أما الماء الموجود داخل جسم الشيشة فيحتوي على نسبة عالية من الجراثيم التي تسبب العديد من الأمراض الخطيرة، ويتوفى شخص واحد كل 6 ثواني تقريبا بسبب التبغ بحسب منظمة الصحة العالمية، التي أكدت أن التبغ بأنواعه يقتل نحو 6 ملايين شخص سنويا، أكثر من 600 ألف منهم تعرضوا للتدخين السلبي. دائما أسمع بعض الأشخاص الذين يقلعون عن التدخين يقولون أنا أدخن شيشة فقط، فهذا تحذير كبير منا. مضارها أكثر من التدخين نفسه. نعم. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، لكن قبل الختام نذكركم بأبرز العناوين. بسبب إهمال وتراجع الفن المسرحي، فنانو بابل يطالبون بتوفير الرعاية لهم والاهتمام بالفنون المسرحية الراقية. في قضية المنتصف تحدثنا عن الأنانية التي تعد من أبرز الصفات السلبية التي تؤثر على الفرد والمجتمع. وفي فقراتنا المنوعة أيضا شاهدتم تنوع أسواق الطيور في أربيل يجعلها مقصدا للزائرين من المحافظات المختلفة. وفي فقرة الصحة تابعنا أيضا تقوية جهاز المناعة وتقليل الوزن ومعالجة السعال، أبرز فوائد العسل. نشكر لكم حسن متابعتكم جميلا جميعا نجوا جميلا بما أننا كنا نتحدث عن الجمال يا عسل يعني نتمنى أن تكون الحلقة نالت إعجابكم. حلقة جديدة بانتظاركم يوم غد، وأكيد إن شاء الله نتمنى لكم مساء سكر والصباح أيضا سكر بما نتحدث عن العسل، وتكون أيامكم كلها عسل وحب وسلام يا رب. لكم أجمل تحية مني ومن رندا ومن الكادر. إلى اللقاء، دمتم بخير.